لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. كم هو جميل هذا الوصف القرآني. كل ارتقاء ونجاح يليه هبوط، هبوط قد يطول أو ارتقاء آخر قد يكون هو العاقبة. هذا ما نعلمه نحن وما جهله أو تجاهله أقوام العصور الغابرة، فكانت قصصهم خير دليل. أصدقائي المتابعين، قصتنا اليوم حول نبي وقوم ومدينة، مدينة عظيمة من سكنها يقال أنهم جبابرة، قوم أحدثوا جدلاً في التاريخ، هم ومدينتهم التي أقرب ما تكون إلى الخيال لعظمتها. طغوا وتكبروا واختفوا هم ومدينتهم عن بكرة أبيها، وبقي أمرهم لغزاً من ألغاز التاريخ الغامضة. من هم قوم عاد؟ ومن بنى مدينتهم؟ إرم ذات العماد الجدلية، وما قصتهم مع نبي الله هود عليه السلام؟ إليكم القصة الكاملة. قبل البدء في الحلقة أصدقائي، لا تنسوا أن تشتركوا في قناتي الرسمية وتفعلوا جرس التنبيه، كما أنني أشارك في شرح هذا الفيديو روابط حساباتي الشخصية على إنستغرام وفيسبوك لمن أراد متابعتي والتواصل معي لطرح أي معلومة أو تعليق. في البداية يجدر بي أن أذكر أن آراء العلماء تعددت فيما يخص قوم عاد ومدينتهم، وما نرويه هو رأي أغلب العلماء. تبدأ قصتنا أصدقائي بقوم عاد، والذين بحسب المؤرخين والمفسرين يعود نسبهم إلى عاد بن إرم بن سام بن نوح، وهم أوائل الأقوام التي سكنت الأرض بعد طوفان نوح عليه السلام الشهير. هؤلاء القوم من الله عليهم بنعم كثيرة، فكانوا ذي نعمة، أراضيهم خضراء خصبة تفيض بالمياه، يملكون من الماشية والدواب ما يغطي عين الشمس، والأهم من هذا أن الله جل وعلا منحهم أهم ما يملك الإنسان، الصحة. فكان هؤلاء القوم أصحاء أقوياء وفي تمام العافية، بل إنهم لم يكونوا كالبشر العاديين في عصرنا هذا، فقد كانوا ضخام البنية شاهقي الطول أقوياء أشداء لا يهبون شيئاً. كل هذه الصفات جعلتهم يغزون الأرض ويحكمون الممالك بالقوة، ونتيجة لهذه القوة وكل الموارد التي حصلوا عليها من بقاع الأرض تمكنوا من بناء كل ما لم يتمكن أحد من بنائه من قبل. فبنوا المساكن العالية والمصانع الكبيرة لتجميع المياه، وشيدوا القصور الشاهقة وزودوها بكل ما يدل على الترف والرفاهية، وازدادوا في تكبرهم وإعجابهم بنفسهم إلى حد أنهم كانوا يبنون المباني الشامخة على الجبال والتلال وفي الصخور الصلبة. والغريب أنهم لم يبنوا تلك المباني ليسكنوا فيها أو يستفيدوا حتى منها، إنما بنوها فقط لغاية التبجح وإظهار القوة والبأس للأمم الأخرى. وقاموا بحسب ما ورد إلينا بتشييد إحدى أكبر المدن وأعظمها بنيانا، وهي مدينة إرم. ولكن رغم كل ما منحهم الله من نعم مادية وجسدية ومعنوية، إلا أنهم جحدوا وكفروا واتخذوا لأنفسهم آلهة غير الله عز وجل، فعبدوا الأصنام، وكان لهم من الأصنام ثلاثة: صدى وصمود وهرى أو هباء بحسب تفاسير أخرى. عاث قوم عاد في الأرض فسادا وجبروتا، فكان إرسال الله تعالى لنبي إلى تلك الأمة أمرا مفروغا منه، فأرسل الله إليهم رجلاً منهم ينهاهم عما هم فيه من معاصي وشرك، ويذكرهم بأن كل ما هم فيه هو من نعم الله وحده، وهو القادر على نزعها منهم بطرفة عين. هذا النبي كان هود عليه السلام. أما عن هود فقد أورد المؤرخون والمفسرين أنه هود بن شالخ بن قينان بن أرفخشت بن سام بن نوح، لينتهي نسبه إلى شيث بن آدم عليهم السلام. نبي الله هود كان معروفاً في قومه، فهو منهم، وهذا ما نجده مذكوراً في سورة الشعراء وهود والأعراف والأحقاف، حيث ذكر هود عليه السلام بأنه أخو عاد، وهو ما يعرف باللغة العربية بالانتماء إلى نفس القبيلة. النبي هود ذكر في كتب العهد القديم وتحديداً في النصوص اليهودية القديمة بنفس النسب، إنما باسم عابر. نعود إلى نبينا الذي بدأ بالدعوة إلى التوحيد وترك عبادة الأصنام، وكحال الأمم الجاحدة قوبل بالرفض والأذى. ومع هذا بقي هودا عليه السلام لين التعامل مع قومه، حسن المنطق وحليم الخلق. استمر هودا في دعوة قومه
وترغيبهم تارة بجنة الخلد وترهيبهم تارة أخرى بعذاب الله في الدنيا كما حصل مع قوم نوح قبلهم وبعذاب الآخرة الذي ينتظرهم. ورغم كل القوة والطغيان التي تمتع بها قوم عاد إلا أنهم لم يستطيعوا مس هود عليه السلام بأي أذى ولو بمقدار جناح ذبابة، وهو ما اعتبره المفسرون معجزة هود عليه السلام. وقد وصل الأمر بهود إلى الطلب من قومه أن يسألوا أصنامهم وآلهتهم إلحاق الأذى به، وبالطبع لم ينل هودا أي سوء، فالحجر والخشب لا ناقة لهم ولا جمل. خلال سنوات دعوة هود استمر قوم عاد بتشييد مدنهم الضخمة وأهمها إرم ذات العماد. قصة تشييد هذه المدينة كانت وما زالت موضع جدل. دعوني أخبركم في البدء بالقصة الواردة إلينا من كتب التفاسير وكتب القصص القديمة، ثم أخبركم بأمر الجدل. تقول القصة أن قوم عاد ينسبون إلى ملك يسمى عاد، آل الحكم بعد وفاة الملك عاد إلى ولدين له سميا شديد وشداد. هذان الملكان أكملا الفساد والحروب حتى قتل في إحداها شديد، ليؤول الحكم بالكامل إلى شداد بن عاد. شداد بن عاد هذا بحسب الروايات كان ملكا جبارا طاغيا، وبالطبع لم يؤمن بدعوة هود. وبحسب الروايات فإن شداد لما سمع بجنة عدن التي يعد فيها هودا من يؤمن قرر بناء مدينة تضاهي هذه الجنة، وأن يأخذ قومه بعد الفراغ من بنائها للعيش فيها، فيكون بهذا قد كذب هودا بدعواه. وبالفعل بدأ شداد ببناء المدينة المنشودة، فأرسل جنوده في بقاع الأرض وإلى الممالك التي تخضع لحكمه يطلبون الغالي والنفيس من أحجار وأخشاب ونفائس المعادن وما خبئ في جوف الأرض من كنوز، فكان له ما أراد. بدأ بناء المدينة ذات الأعمدة الضخمة والمرصعة بالأحجار الكريمة كحال جدرانها وأرضها، فرصعت المدينة بالذهب والفضة وزينت بالياقوت والزبرجد. وبالطبع عمل شداد على تزويد هذه المدينة العظيمة بكل مصادر المياه، فكانت الأنهار تجري بين أزقتها وشوارعها، والأشجار الكثيفة المختلفة تنتشر في طول المدينة وعرضها. ولم يترك شداد مظهرا من مظاهر الترف إلا وزود مدينته به. بحسب الروايات استمر بناء المدينة على أقل تقدير 10 سنوات. بالطبع بعد الانتهاء من بناء المدينة أو الجنة كما سماها شداد، جمع قومه بغية الرحيل والسكن في إرم ليحدث ما لم يكن في الحسبان. دعونا نقف هنا قليلاً لألفت نظركم لأمر مهم. الجدل القائم حول بناء هذه المدينة هو أنه في حين يرى بعض المفسرين والمؤرخين أن قوم عاد وملكهم الذين بنوا هذه المدينة هم نفسهم قوم هود، يرى آخرون أن قوم عاد أصحاب هذه المدينة هم أولاد من تبقى من قوم هود، أي أن هذه المدينة لم تبنى في زمن هود عليه السلام. إلا أن كلتا النظريتان تتفقان على أن هذه المدينة والتي سميت بإرم ذات العماد في كلتا الحالتين قد نالت وقومها عقاب السماء. نكمل مع العقاب. إذن شداد جمع قومه بغية الرحيل إلى المدينة المنشودة، وفي المنقلب الآخر كان هودا يحذر قومه من العذاب الآتي لا محالة، وهم يديرون الأذن الصماء لتحذيرات نبيهم حتى أتاه وحي الله أن العذاب قد حق على قوم عاد. فأمر الله عز وجل نبيه أن لا يقرب هو ومن آمن معه المدينة وسكانها ولا يمسوا منها شيئا، فهي فانية لا محالة. وبالفعل ابتعد هود والمؤمنين عن المدينة وأعينهم شاخصة تنظر عذاب الجبار الذي حل. فقبل دخول شداد والقوم إلى جنتهم بدأت بوادر العذاب، فأرسل الله عز وجل ريحا قوية حاول القوم الاحتماء منها بحفر عميقة وملاجئ كانوا قد نحتوها تحت الأرض، إلا أن الرياح كانت تبلغ من القوة أن اقتلعت الحفر بمن فيها، فكان المرء منهم مع كل ضخامته تتقاذفه الرياح من جهة إلى أخرى كريشة طائر، وبلغت قوة الرياح وشدتها أنها قطعت رؤوس القوم وأيديهم بحسب الروايات والتفاسير المختلفة. وبالطبع هذه الريح اقتلعت البيوت والقصور المشيدة وهدمت المصانع والمباني الشاهقة، وبحسب بعض التفاسير فإن هذه الرياح كانت جافة، ومن جفافها كانت رياح محرقة أتت على كل مظاهر الحياة في مدن قوم عاد فجعلتها رميم. استمرت الرياح الغير طبيعية
سبع ليال وثمانية أيام ليقف هبوب الرياح وتختفي إرم ذات العماد تحت الرمال الكثيفة دون أثر يبقى. أما قوم عاد الجبارين فقد أضحوا قوماً مقطعين الرؤوس والأطراف بعد أن تقاذفتهم الرياح كأعجاز نخل خاوية، ونجى الله هوداً ومن آمن معه من العذاب الأليم. هذه المدينة وقصتها ذكرت في أكثر من موضع في القرآن الكريم، فنجد لها ذكراً في سورة الأحقاف والحاقة والشعراء وهود والأعراف والفجر. وبالطبع تناولتها الأحاديث النبوية في سير الأمم الغابرة، ولكن بالرغم من هذا بقي الكثير من المشككين بصحة هذه القصة، بل وصل بهم الأمر إلى اعتبار مدينة إرم مدينة أسطورية من نسج الخيال حتى ظهور أعظم الاكتشافات. ففي بداية عام 1990 أعلن عالم الآثار الهاوي نيكولاس كلاب اكتشاف المدينة الأسطورية. كلاب هذا بحسب قوله استلهم فكرة بحثه عن المدينة الضائعة من كتاب لكاتب يدعى بيرترام توماس بعنوان أريبيا فيليكس، يتحدث عن بقعة معينة أطلق عليها البدو اسم عبار، رأى فيها الكاتب آثار شديدة القدم. بالطبع أكمل نيكولاس كلاب البحث عن هذه المدينة لتبدأ عمليات الحفر وإزالة الرمال عما أطلق عليها فيما بعد أسطورة الرمال عبار. أنتم تذكرون حلقة عبار أسطورة الرمال السابقة في برنامج غموض، أليس كذلك؟ بالطبع انتشرت أخبار هذا الاكتشاف، فنجد وصفاً لهذه المدينة وإحدى قلاعها في مقال نشر في صحيفة التايم الأمريكية، حيث يقول المقال أن القلعة المكتشفة هي قلعة ثمانية الأضلاع سميكة الجدران ذي أبراج في زواياها، مبنية على أعمدة ضخمة بارتفاع 9 أمتار وقطر 3 أمتار، لتبدأ بعدها التكهنات حول هذه المدينة. ما إذا كانت هي مدينة إرم ذات العماد أم مدينة أسطورية أخرى؟ وكحال المدن الأسطورية القديمة الأخرى اختلف المؤرخون على تحديد مكانها الفعلي، فمن الجيزة إلى الإسكندرية فدمشق مروراً بجبل رام في الأردن وصولاً إلى الموقع الأكثر شيوعاً، وأقصد هنا عبار في صحراء الربع الخالي. بالطبع اجتمع رأي العلماء المسلمين على أن هذه المدينة بنيت في الأحقاف، أي مدينة الرمال المطوية، وهذا على أساس ورود ذكرها في سورة الأحقاف والأحاديث النبوية التي تناولت هذا الموضوع، وذكر النبي محمد عليه الصلاة والسلام لاسم الأحقاف فيما يخص موقع هذه المدينة. الأمر المثير في قصة هذه المدينة أن الاكتشافات والدراسات الأثرية أثبتت أن هذه المدينة كانت مدينة سابقة لأوانها بعمرانها الهندسي وضخامتها، والأكثر من هذا أن الدراسات الجغرافية والجيولوجية للمنطقة التي تم اكتشاف الآثار فيها، وأقصد في الربع الخالي، أكدت أن هذه المنطقة كانت تتمتع بأراض خضراء وأنهار ومياه غزيرة ونشاط سكاني وعمراني زاهر، إلى أن عاصفة رملية هوجاء غير مسبوقة دفنت هذه المدينة وأهلها دون سابق إنذار، وقلبت المنطقة إلى صحراء قاحلة، لتنهي بذلك أسطورة قوم ومدينة شغلت وما زالت تشغل العالم والعلماء. إذن أصدقائي، هذا ما كان في جعبتنا عن قوم عاد ومدينتهم الجدلية إرم ذات العماد وقصتهم مع نبي الله هود، قصة تحذرنا أن عاقبة الغرور والتباهي عادة ما تكون وخيمة، وأن الله حقا يمهل ولا يهمل، فمهما على شأن الجاحد ومهما بلغ من نجاحات لا يغركم، وانتظروا يومه، لذلك قصص كثيرة وتاريخ طويل لكم فيه عبرة، ولنا في كل خميس قصة.